بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالمشاهدين الكرام ونقول لهم كل سنة وهم طيبين إن شاء الله بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأعاده الله علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والعافية. أعرفكم الأول على نفسي، أنا الدكتور صلاح الطويل، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد ومناظير القنوات الصفراوية ومناظير الجهاز الهضمي والكبد. تحية لكم، ونتمنى لكم إن شاء الله صيام صحي بإذن الله، كما سنأتي في الكلام في هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله. الكلام سيكون عن ثلاث محاور تتعلق طبعا في أمراض الجهاز الهضمي. أولها الارتجاع المريء، وثانيا قرحة المعدة والتهابات المعدة، وثالثا القولون العصبي. وعلاقة هذه الأمراض في رمضان، كيف بيكون وضعها معنا في رمضان؟ طبعا رمضان هو صوم المفروض الصيام فيه صحة، لكن احنا بعادتنا الخاطئة نحن نصوم طول النهار ونجي في الليل نفرط في الأكل ونوعية الأكل والكميات، فيؤدي إلى مفعول عكسي على الجهاز الهضمي. فالمرضى اللي يشتكوا من ارتجاع المريء تزيد الأعراض، واللي يشتكوا من التهابات المعدة تزيد الأعراض عندهم. القولون العصبي برضو من الحاجات اللي تزيد في رمضان. فلو بدأنا كذا إن شاء الله في الموضوع الأول، ارتجاع المريء وهو أكثر الأمراض اللي تزداد الأعراض في رمضان. بنحاول نعطيكم فكرة بسيطة كذا عن كل مرض، أعراضه، تشخيصه، علاجه، وبعدين نتكلم عن نظام الأكل المناسب في رمضان إن شاء الله. أولا ارتجاع المريء، مشكلة ارتجاع المريء أو بتعريفه عبارة عن ارتجاع للمادة الحامضة من المعدة إلى المريء، تمام؟ النتيجة إحساس المريض بحرقة في الصدر، حموضة، وبعض الناس ممكن توصل الحموضة إلى الفم. طبعا السبب الرئيسي في هذا الموضوع هو ضعف الصمام اللي ما بين المعدة والمريء. في صمام المفروض بعد نزول الأكل يقفل الصمام هذا، لكن في بعض المرضى اللي عندهم الارتجاع يكون في ضعف في الصمام، فترجع الحموضة إلى المريء فتسبب الأعراض. مشكلة هذا المرض في رمضان إنه بتزداد الأعراض، لأنه يرتبط كثير بطبيعة الأكل. الأكل الدهون، أكل المواد الحاجات الحامضة والحاجات الحوارق، البسباس والفلفل والحاجات هذه، نتيجتها بتزداد الأعراض، أعراض الحموضة مع هذه الأكلات. لو تكلمنا عن تشخيص المرض، تشخيص المرض بيتم بوسائل بسيطة. أول حاجة من خلال أعراض المريض، ثاني حاجة المنظار تشخيصي، منظار الجهاز الهضمي يساعد في التشخيص، ثالث حاجة معانا الأجهزة معقدة شوية ولكنها تساعد كثير في التشخيص، هي قياس درجة الحموضة في المريء. بالنسبة للعلاج، أول خطوة في علاج ارتجاع المريء هي نظام الأكل. ننصح المريض دائما يمتنع عن المواد الحامضة. لو جبنا أمثلة سريعة، زي عندنا مثلا في عدن العشار، الليم الحامض، البرتقال، الحاجات اللي فيها حموضة، الصلصة اللي عندنا في عدن الصانونة نسميها، أو يعني طبخة الصانونة فيها استخدام الصلصة بكثرة. كمان الحوارق، البسباس والفلفل الأسود من البهارات، باقي البهارات نوعا ما فيهاش مشكلة. الحاجة الثالثة الدهون، وهذه أهم حاجة، وهذه تكثر في رمضان، السمبوسة والباقية والحاجات كلها مقليات بالزيت، فكلها زود درجة الحموضة. فهذا نظام الأكل أول حاجة في العلاج، إن احنا نلتزم بنظام الأكل. مهم جدا في العلاج في النظام الغذائي إنه احنا ما ناكل وننام، وهذا اللي بيحصل، ان احنا نتعشى متاخر وننام مباشره، او نتغدى ونريح ونتمدد، وهذا يزيد الارتجاع. بعد كذا يجي موضوع العلاج. العلاج طبعا عباره عن مواد مثبطه لدرجه الحموضه في المعده عشان يقل درجه الماده الحامضه اللي ترجع من المعده الى المريء. بالنسبه لنظام الاكل في رمضان والاخطاء اللي تحصل فيه، اولا كميه الاكل. احنا اللي بيحصل ان احنا صيام طول النهار، نجي وقت الفطار كمية الاكل كبيرة، فهذه تزود درجة الارتجاع.
بعض الناس تريح تتمدد بعد الفطار، وهذه يزود الارتجاع. نفس الكلام في السحور، سحور متأخر وننام بعد السحور، فدرجة الحموضة بترتفع ودرجة الارتجاع بتزيد. ثانيا نوعية الأكل، زي ما قلنا استخدام السمبوسة الباقية، الحاجات هذه اللي مقليات بالزيت، الحوامض، البسباس، هذا كله المفروض نخفف منه كثير عشان الحموضة ما تزيد معانا في رمضان. بالنسبة للحاجة المهمة، السؤال اللي بيخطر بالنسبة للمشاهدين الآن، طيب ما دام دي الحاجات كلها ممنوعة، إيش بأكل في رمضان؟ ما إحنا أكلنا كله كذا في رمضان. يبقى نركز في أكلنا، إن إحنا مثلا في الفطار نفطر فطار خفيف ونروح نصلي ونريح شوية، وبعدين ناكل وجبة خفيفة، وبعدين نصلي تراويح ونرجع بعد التراويح وجبة خفيفة، بحيث إنه يتوزع الأكل على وجبات خفيفة أحسن من لما ناكل وجبة فطار كبيرة وبعدين تحصل المشاكل. نفس الكلام على نص الليل وجبة خفيفة، السحور يكون بدري شوية، يعني ما نتسحر قبل الصلاة مباشرة ونصلي وننام. تمام؟ هذا بالنسبة للمواعيد الأكل والكميات. نوعية الأكل، يفضل دائما الخضروات، الفواكه، هذه حاجات جميلة جدا مفيدة وما فيهاش أي مشاكل كمضاعفات إنها تزود مشاكل الحموضة. ونخفف زي ما قلنا من الحاجات اللي المقليات بالزيت والحاجات هذه. في أسباب طبعا مهمة بالنسبة لقرحة المعدة، منها جرثومة المعدة، استخدام المسكنات، الأسبرين، الفولترين، البروفينيد، يعني الناس تستخدم هذه الأشياء بشكل كثير، خصوصا بعض المخزنين وقت القات عشان يخفف الألم في الأسنان، بروفينيد على طول، فولترين، الكلام ده كله، والناتج في الأخير التهابات معدة وقرحة. جرثومة المعدة سهل فحصها، تشخيصها سهل، وعلاجها سهل، كورس لمدة 10 أيام، أحيانا تكون مقاومة للعلاج، في أدوية تستخدم بديلة بحيث إنه نجيب نتيجة كويسة. بالنسبة لنظام الأكل، هو نفس النظام تقريبا، امتناع عن الحوارق والحوامض والزيوت، مهم جدا المقليات في الزيت نتجنبها، لأنها أول حاجة هضمها ثقيل، تزود درجة الحموضة، تزود التهابات المعدة والكلام ده كله. علاجات قرحة المعدة والالتهابات هي نفس الأدوية تقريبا اللي هي مثبطات الحموضة، إضافة إلى علاج الجرثومة والأسباب اللي تكون مسببة لقرحة المعدة. نيجي لموضوع مهم، هو القولون العصبي. القولون العصبي طبعا من أكثر الأمراض انتشارا، خصوصا في العصر الحالي، ويمكن عندنا احنا في اليمن بسبب الأوضاع اللي احنا فيها والضغط النفسي اللي معرضين له، القولون العصبي طبعا انتشر بشكل كبير. القولون العصبي هو عبارة عن زيادة حساسية في القولون، ما يتقبل كمية الغازات اللي فيه، إضافة إلى اضطرابات في حركة القولون ممكن تعمل هذا الكلام. طيب المرض في الآخر وظيفي، ما فيش خوف منه ولا قلق، مشكلته كله بس في الألم والمعاناة اللي يعانيها المريض من الانتفاخ والغازات والآلام والإسهال والإمساك حسب الناس. لكن في الأخير علاجه لو التزم المريض ببعض الأشياء بيساعده كثير. أولا الحالة النفسية، الضغط النفسي، يحاول يتجنب الضغط النفسي قدر المستطاع، بقدر المستطاع تغيير الجو، السفر، الخروج، وهكذا. الحاجة الثانية نظام الأكل، المريض كل مريض هو طبيب نفسه، لازم يركز في أكله على الحاجات اللي بتزود أعراض القولون عنده، بحيث إنه في الآخر يتجنبها فيرتاح، وإحنا نساعد في الأخير عن طريق الأدوية، بعض العقاقير الطبية تحسن أعراض القولون العصبي. لو جينا ركزنا على الأكل، وخصوصا إحنا في رمضان بنكون، الأكل اللي بيزود أعراض القولون أكثر حاجة هي الحاجات الشائعة، لكن زي ما قلنا كل مريض هو طبيب نفسه، فكل واحد يعرف، لكن الحاجات الشائعة اللي تزيد أعراض القولون البقوليات، الفول، الفاصوليا، البازيليا، العدس، تمام، العتر في رمضان يكثر استخدامه في الفطور، العتر من الحاجات اللي تزود انتفاخات البطن والغازات وآلام القولون العصبي، البصل من الحاجات اللي تزود اعراض القولون لانه يزيد كميه الغازات في البطن، واحنا نستخدم البصل ما شاء الله كثير خصوصا في رمضان مع السمبوسه والحاجات هذه.
نركز في هذه الحاجات في رمضان على الأكلات هذه في رمضان، نحن نتجنب الأشياء اللي بتزود كمية الغازات. الأكل الصحي مريح جدا، ممارسة الرياضة كويسة جدا بالنسبة لأعراض القولون العصبي، المشي أقلها المشي نص ساعة ساعة في اليوم تريح كثير من أعراض القولون العصبي. أتمنى أن أكون وصلت لكم فكرة بسيطة عن الأمراض الجهاز الهضمي المنتشرة، ارتجاع المريء والقرحة والتهابات المعدة والقولون العصبي، وإن شاء الله نكون وضحنا بشكل مبسط كذا نظام الأكل المناسب اللي بيريحنا في رمضان من هذه الأعراض. وطبعا اللي بيعاني في رمضان من أعراض زيادة ممكن يستخدم في شهر رمضان استخدام العلاجات اللي تساعده إنه يتجاوز الفترة هذه بسلام. وفي الأخير نتمنى لكم صيام صحي، وكل عام وأنتم بخير.